الإعلان إنه دبي في 2030 راح تكون 25% من البنايات مطبوعة. نعرفكم على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، هي عبارة عن طريقة جديدة من طرق النمذجي أو ما يعرف بالبروتوتايبينج، تصنيع المنتجات والمشاريع باستخدام هذه التقنية. في كثير طرق ووسائل تطبيق هاي التقنية، ولكن الطريقة الكلاسيكية هي عبارة عن استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد ما تسمى بالكارتيجيان، اللي بتعتمد على ثلاث محاور الإكس والواي والزد. كنا نحكي عن الطباعة الـ 3D. تاريخ الطباعة الـ 3D الثلاثية الأبعاد هي مش تقنية حديثة جدا، هي تقنية من السبعينات موجودة، كانت في شركات تستخدمها ولكن كان في عندها باتنت أو احتكار لهاي الفكرة للشركات هاي. بال 2007 تقريبا 2008 طلع في الباتنت هذا خلص، فصار صارت الشركات الثانية بإمكانها تستخدم هاي التقنية وتطور هاي الماكينات وتعمل منها ماكينات ثانية. لهيك صار في عندنا ماكينات مفتوحة مصدر، بإمكاننا نفوت على الإنترنت ننزل كيف ممكن نبني طابعة 3D ونبنيها عندنا في البيت. هاي طريقة عصرية جديدة تعتمد على إضافة المواد للخروج للشكل النهائي، مما طبعا يتبادر إلى الذهن إنها بتقلل الويست أو المواد اللي غير مرغوب فيها في عملية التصنيع. ذلك هي طريقة تعتبر سريعة جدا وسهلة التعديل، إذا الواحد كان عنده أي أخطاء في الديزاين ممكن بسهولة يرجع يعدلها. واحدة من التقنيات للطباعة الـ 3D هي كمان البناء. عمليا مثل ما احنا بنستخدم الطابعة الـ 3D بشكل صغير، البناء عملي مكبر الطابعة على مستوى منزل، فبنستخدم مادة الاسمنت مع مواد أخرى زي الويست زي نفايات البناء، اللي ممكن كمان يكون أسهل علينا من ناحية resources، من ناحية مصادر لهاي الأشياء. فإنه الـ 3D printing بيسرع عملية البناء أكثر. ما زالت الأبحاث متوجهة على هذا المجال، بيكمن التحدي في إيجاد هاي المواد المناسبة لبناء وتصنيع بيوت مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد قادر على مواجهة الظروف المناخية. طبعا راح تكون العملية هاي أسرع وأقل تكلفة وفيها مجال للإبداع وتغيير الديزاين بشكل أفضل. الابتكارات هاي دائما موجودة، التقنية هاي دائما عم تتطور. احنا نأمل انه في يوم من الأيام فعلا نشوف انه في بيوت فعلا مطبوعة وتكون efficient كفاية، اللي هي تكون موادها ضد انه تكون رطوبة او انه تتماشى مع الحرارة مع الرطوبة مع البرودة وعوامل الطقس. نتمنى انه 2030 يكون في عندنا بيوت 3D، وانا مش عندي اي مشكلة انا اكون ساكن في بيت 3D كمان.